شرق النيل متواصلين ونشيطين وحلوين. عاطف عثمان من شرق النيل. عاطف مرحبا يا عمر. اهلا يا عمر، كل سنه المر. يا اخي ازيك يا اخي؟ متابعين ضغوطات شكلكم. كل عام وانتم بخير يا اخي. ربنا يحقق امانك جميل. ربنا يحقق امانك الطيبه. وين في شرق النيل يا استاذ عاطف؟ الحاجوزي في يا سلام، الحاجوزي في الامبراطوريه القائمه بذاتها. نعم ما في كلام. عاطف معلوماتك تمام؟ والله ما بطالة دلوقتي. عادية ولا خطير؟ يعني نص نص. يعني كل الناس نص نص. ان شاء الله ربنا يكفينا شر الانصاف. بس في الصور والصوت، الصور والصوت بس. انا هنلعب صبرجة يا عاطف، رايك شنو؟ تمام معاك. يلا بسم الله، انا وعاطف من الحاجوزي حنلعب صبرجة ضد الكمبيوتر. يلا عاطف ابدا. خمسة بداية موفقة وكلاسيكية واحتيادية، الكمبيوتر ستة، عاطف كم؟ واحد. الله يا سلام يا عاطف يا العاب. يا سلام، الحاج يوسف دائما مشرفان. طيب كمبيوتر حيدينا كم؟ ما عارفين. ادانا تسعة، الكمبيوتر قفلك وفتح لنفسه سكة عمل حسابك يا عاطف. عاطف ثلاثة. ايوه الله عليك يا العاب، ما في كلام. يا سلام يا عاطف، فتحت لنفسك سكتين كده عندك، يا اما طلعت فوق يا نزلت في الاتجاه على الشمال ممكن تقفل. الكمبيوتر اختار 8، اداك فرصة. سبعة. الله عليك يا عاطف. يا سلام يا اخي، الحاجوز شغالة شغل جميل. طيب عاطف، قلت المعلومات نص ونص. احنا عندنا يعني الاربعة ارقام الاولى شالوين وشالوا معاي صورة وسؤالين وهدية، تمام؟ عندنا هديتين تاني وللأسف في فخ. عندنا من 5 لحد 20 فاضيات، اختار الرقم اللي انت عاوزه. نقول 10 يا جماعة. 10 اورتيغا يا ستار. 10 اورتيغا صورة. عاطف جنبك في شاشة ولا ما في؟ ايوه جنبي. عاطف شاشة جنبي. ايوه تمام، يلا ان شاء الله تجيك الصورة تعرف من قولتي. لو ما عرفت انا احاول اسهلها لك. دائما في السؤال الاول بنتساهل مع الناس والصور بتعمل مشاكل، مرات بتكون ما واضحة. طيب انا احنا في انتظار الصورة لحد ما جينا نتونس مع عاطف شوية. طيب عاطف. ايوه معاك. طيب عاطف، المسائل بتاعت الكورونا دي شغالين بها في الحجوزي ولا ما مركزين معاها؟ الحظر والحركة. والله صعبنا نحن غايته في البيت، صعبنا لكن في حركة شوية. في حركة في الشارع عادية. حركة بسيطة. الناس شغالين على كيف. ايوه. الصورة جات؟ يلا الصورة جاتنا. يلا أنت إذا شفت الصورة بتعرف. سهل جدا. ومشهورة اليومين دي كمان. صورة جات يا عاطف؟ ايوه وصلت. يلا وصلت، مفروض تعرفه طوالي. والله هو عضو من مجلس السيادة. ايوه عضو في مجلس السيادة، انت ماشي كويس. اسمه مين يا ربي؟ ما المعلومات تاني بتبقى تحصيل حاصل. لو ما عرفتوا بيشاكلوا لدينا ناس الحكومة. ايوه والله ما في كلام. كان ما يقفلوا الغنم نحسب لك. كان في زيارة لاتصل قبل قبل. ايوه وريه وريه. واحد اثنين ثلاثة. ما تدينا مساعدات شوية يا جلوة، ده أول سؤال. أربعة. خمسة. ستة. مساعدات شوية، ادينا اسم الثاني أي حاجة. يا أخي والله سهل. كده ادينا لسه شوية. يا أخي الناطق الرسمي باسم المجلس بتاع السيادة. سبعة ثمانية. عاطف تسعة. ماذا على خارجك يا عاطف؟ 10 يا بشار. معروف. ايوه سليمان الفكي يا جماعة، والناس كلها محمد سليمان الفكي. يعني الناس كلها بتعرف محمد اللي ما عنده علاقة بالسياسة لأنه قاعد يسهروا كثير في التلفزيون. معلش يا عاطف والله حاولنا نساعدك بقدر الإمكان لكن ما توفقنا.